خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير. صباح الخير يا شازي. صباح الخير يا بوسي. صباح الخير على والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. طب منينا يدينا الجو إيه؟ الجو لا الطقس معتدل، أعتقد إن إحنا خلاص بدأنا في درجات الحرارة اللي هي يعني جو مشمس ودافئ يعني، بس يا رب ما يحررش عينا على رمضان. ده اللي أنا بتمناه، إن أول أسبوع من رمضان كده يكون الطقس يكون معتدل بالنسبة لنا. سألي دكتورة منار بقى. إن شاء الله. بصبح على حضراتكم، ودلوقتي خلونا نبدأ معاكم وجولة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية نسبية. هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز، هناك هنلاقي برضه في كثافات مرورية. هنكمل جولتنا لحد ما نوصل لميدان طلعت حرب، هنلاقي في سيولة مرورية بتبدأ تختفي لحد ما هنلاقي بعض الكثافات أمام المتحف المصري. لكن بالنسبة لكوبري أكتوبر اللي هيوصلنا لشارع رمسيس، فهناك كثافات مرورية هتبدأ تختفي تدريجيا. ومكملين معاكم جولتنا ونروح شوارع الجيزة، هنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وواصلة لحد طوابق، وكمان عند طوابق تحديدا في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون. لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات، ولو رحنا لمحور الصفت فبيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. ومكملين معاكم ورايحين الاسماعيليه، هلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيوله مرريه ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش على حركه الطريق. لكن متجه الى بورسعيد ففي سيوله مرريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد. هلاقي كمان في سيوله مرريه كبيره وخاصه على الطريق الدائري حول مدينه الاسماعيليه. ونروح لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي إلى الجامعة في أيضا كثافات نسبية. وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في أحوال المرور في معظم محافظات مصر، خلينا دلوقتي نستعرض معكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. في كمان نشاط للرياح على كافة الأنحاء أيضا على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في مطروح 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.